السلام عليكم مشاهدينا الكرام، برنامجنا برنامج استراحة الظهيرة. اليوم احنا جولتنا حتكون في سوق السراي، اقدم سوق ببغداد بزمن العثمانيين، عمره قرن ويمكن فوق القرن. هذا السوق الى تاريخ والى رواده، لكن اريد نعرف بجولتنا يسولفونا عن سوق السراي واقبال الناس وشي ضمن هذا السوق. اكيد هم يقولون، بعض يقول لك قرطاسيه، لا مو بس قرطاسيه، كل شيء موجود بهذا السوق. استمتعوا اليوم بجولتي، ابقوا وياي. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون صحة؟ هلا ومرحبا. قد عمر هذا السوق؟ والله تقريبا فوق القرن. بزمن العثمانيين. بزمن العثمانيين. زين. اكو اعمار الى مهتمين بهذا السوق، سوق سراي؟ اي، بزمن النظام السابق بسنه ال 94 جددوه تقريبا. وحد هسه محافظين عليه؟ اي لحد الان. ماكو اهمال هذا السوق؟ لا لا، بس هذا السوق فقط موجود لبيع القرطاسيه لو شنو بيه؟ لا لا، مو بس قرطاسيه، سراجه وغير شغلات هم تقريبا. سراجه وغير شغلات؟ اي غير شغلات، وشغلات مثلا شو اسمه، شغلات الهدايا. الهدايا هم موجودة. ايه الهدايا. كل شيء موجود بهذا السوق. ها؟ كل شيء موجود بهذا السوق. موجود، كل شيء موجود. حلو، هلا قلبي حبيبي. مشاهدينا الكرام، اكيد بعدنا مستمرين وياكم بجولتنا بهذا السوق. السلام عليكم. شلون الصحة؟ شلونك اخوي؟ الله يسلمك يا طيب. حياك الله. نعرف هذا السوق اقدم سوق موجود ببغداد، سوق السراي. تمام. قريب على شارع المتنبي. صحيح. بزمن العثمانيين. اكو اهتمام بهذا السوق، بتاريخ هذا السوق، تراث هذا السوق؟ اهتمام من قبل منو يعني؟ من المواطنين، من اصحاب المحلات، بديكوره، بتراثه. مثل ما تفضلت انت، هو هذا السوق من العهد العثماني، بعدين تم تجديده على حساب اهل المحلات، يعني على حسابنا. على حسابكم الخاص؟ حسابنا اي، بسنه 90. هسه قبل فتره سنتين يعني بدلوا في شيء بسيط، هاي الارضيه تبدلت. اي، هذه لا مو على حسابنا كانت. يعني اكو عمر، اكو اهتمام يعني بهذا. اكو اهتمام، فشي بسيط يعني، مو مثل المتنبي يعني كنا نتامل انه يتغير هوايه. يعني فشي بسيط، بس الارضيه تغيرت لنا، الاناره، بقيه الامور كلها على حسابنا. يلا ما يخاف، مو تحافظون على مكان ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. حبنا له هو هذا اللي يخلينا نهتم به. شكرا لك. سهلا. مشاهدينا الكرام، هذا محلات لبيع القرطاسيه. يجون هنا بعض من العوائل ياخذون القرطاسيه، القرطاسيه المكتبيه والاطفال، وحتى الالوان الزيتيه للفنانين التشكيليين هنا. خلينا نشوف جماعه، خلينا نشوف جماعه السراجه هنا الموجودين. رغم ان السوق كلش ازدحام، هو هذا سوق السراي. خلينا نطوب للسراجه جوا. السلام عليكم. شلون الصحة؟ السلام عليكم. شلون الصحة؟ شو اخبارك؟ شلون امورك؟ هذا شغل كله شغلكم الموجود هنا؟ شغل يدوي اكيد. جلد طبيعي؟ اكيد. زين، الاسعار هنا شلون تتراوح؟ والله شنو، حزام، محفظة. الحزام، المحفظة. الحزام العراقي 5000. الحزام العراقي 5000، جلد طبيعي؟ اكيد. هيا. والمحافظ الموجودة؟ شوف لك نظرة عليه. زين، والمحافظ الموجودة؟ والله هم وسوى اسعار متفاوتة يعني. زين، انت قديم هنا بهذا السوق؟ ما كنت بهذا السوق اللي ورا الاقدم. القديم ذاك اللي ورا. القديم اللي ورا. شكرا لك. اهلا وسهلا بك. والخطط هم تخطه؟ اي حسب الطلب عادي. حتى هم خطاط، هم تخطه. ابني والله ذاك مو انا. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا بك. حياك الله. مشاهدينا الكرام، اكيد بعدنا مستمرين وياكم بجولتنا، ابقوا وياي. تجي دائما هنا زياره، شنو اللي يعجبك بسوق السراي؟ والله يا اما نجي نتسوق، يا اما اجي يم صديقي نقعد يمه شويه نسولف ونروح. حركه السوق شلون؟ يعني هو عاده سوق السراي يوم الجمعه الايام العطل يكون به حركه جيده. اما بقيه الايام يعني حركه اعتياديه. أي ما بعد محافظ على تراثه وتاريخه هذا السوق؟ والله تقريبا. اي نعم. اي بعد اي تقريبا محافظين يعني. اي، والتطورات هاي التحديثات اللي سووها ايضا انطتها شويه جماليه اكثر، فالناس بدات تشجع انه تجي
الى شارع المتنبي وسوق السراي خاصة ايام العطل، فتشوف اكو زحمة يعني. الحمد لله. شكرا يا رب. الله يحفظك. مشاهدينا الكرام، انتهت جولتي في سوق السراي. هذا السوق عمره تقريبا 400 سنة، وكل بعض يقول لك قرن صار له. هذا السوق لحدث محافظ على تراثه وتاريخه الموجود. كثير من الفنانين والشعراء والفنانين التشكيليين وحتى المواطنين العراقيين يجولون بهذا السوق بأيام العطل، يتونسون يجون هذا السوق. فنتمنى احنا يبقى هذا السوق محافظ على تاريخه وتراثه. أكيد استمتعتوا اليوم بجولتنا عبر قناة سامرة الفضائي، برنامجنا برنامج استراحة الظهيرة، وهي عودة إلى الزملاء. إلى اللقاء.